سيء جدا جدا جدا، بيبوظ الشعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي وفيديو جديد. لو انتي أول مرة تشوفيني، أنا عبير بعمل ريفيوهات عن منتجات كتير جدا وعناية بالبشرة، وكمان بتكلم عن وصفات طبيعية بالأعشاب. ما تنسيش الاشتراك بالقناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. فيديو النهاردة هو مقارنة بين بديل الزيت بتاع بانتين وبديل الزيت بتاع لوريال. اول حاجة هتكلم عنها هو بديل الزيت بتاع بانتين. تعالوا الاول نشوف هما قايلين هو بيعمل ايه والحاجات دي بتتحقق فعلا ولا لا. يساعد على ترميم شعرك ليتركه بمظهر جميل وصحي. 2، يكون طبقة واقية تحمي من تلف التسريح. 3، كلمس اخيرة ملمسه الكريمي يترك شعرك متألقا من حيث النعومة واللمعان دون ان يثقل. بانتين بيحقق ايه من الحاجات دي؟ ولا اي حاجة، حرفيا ولا اي حاجة. بانتين ده اسوأ بديل زيت ممكن الواحد يستخدمه في حياته. بيدمر الشعر، اولا بيلزق، بيخلي الشعر ناشف، بيجعده. هو ممكن للي عايز يعمل شعره كيرلي ممكن يستخدم بديل الزيت بتاع بانتين، لكن غير كده محدش يستخدم بديل الزيت، ومفيش ولا حاجة اتحققت من اللي هما كاتبينه. سيء جدا جدا جدا، بيبوظ الشعر، بيجيب بقى بعد كده ممكن هو بيعمل هيشان، تقصف الشعر، كل حاجة بيعملها في الشعر سيئة. ده بالنسبة لبانتين بديل الزيت. لا، محدش يستخدمه يا جماعة، ابدا ابدا، ولا ليكي ولا لعيالك ولا اي حاجة. سيء جدا، حرام في الفلوس اصلا، بس مكتوب عليه 28 اعتقد. محدش يستخدمه، سيء جدا جدا جدا. بالنسبة لرأيي على بديل الزيت بتاع لوريال، مبدئيا انا مش اول مره استخدمه، انا دايما بستخدمه هو والسيروم بتاع زيرو فريز. لو مشفتيش الريفيو بتاع السيروم زيرو فريز هسيب لك اللينك هنا، هيطلع اي دلوقتي هنا، بتدوسي عليه هيوديك على الفيديو على طول. انا ببدل بين ده وبين ده، لان طبيعي ما يعني انت هتستخدميه مش دايما تستخدميه، لازم تبقى كل فتره هتغيري حاجه لشعرك عشان تحسي بالنتيجه. لو فضلتي ماسكه على حاجه مده كبيره جدا مش هتلاقي، في وقت من الاوقات مش هتلاقي نتيجه. فانا بغير بين لوريال وبين سيروم زيرو فريز. لكن بالنسبه لبانتين انا كنت اول مره استخدمه ومش هستخدمه تاني ابدا، مش هشتريه وده هرميه. لكن بيقولي نعومه نعومه فائقه، لمعان طبيعي، ملمس حراري. طيب هو بديل الزيت بتاع دوريه بيديني ايه من الثلاث حاجات دول؟ هو حرفيا بيديكي الثلاث حاجات دول. بيدي نعومه للشعر فعلا واللمعان، بس هو اللمعان مش دائم، يعني انت اول ما بتحطيه بيبقى اللمعان موجود، بعد فتره مثلا بعد كام ساعه كده اللمعان ده مش هيبقى موجود، لان يكون الشعر يعني نشف شويه او بديل الزيت نشف على شعرك. ملمس حريري بس مش من اول مره طبعا، مع استمرارك لاستخدامك للبديل الزيت هيديكي الملمس الحريري اللي هما بيتكلموا عنه. في ميزه كمان ان هو بيديني 4 استخدامات، قبل الاستحمام وخلال الاستحمام وبعد الاستحمام وقبل التسريح، ودي برضو حاجه كويسه فيه، ان باي استخدام هتعمليها هيديكي النتيجه مرضيه. يعني خلال الاستحمام دي بيقول لي ضعيه على شعرك بعد استعمال الشامبو ثم اغسليه، يعني زي حمام الكريم. يعني انا لو ما عنديش حمام كريم انا ممكن استخدمه، انا حرفيا ما استخدمتهوش كده قبل كده، بس انا هجربه وهقول لكم على الطريقه. انا استخدمته بعد الاستحمام وقبل التسريح بس، وهي النتيجه اللي بكلمكم عنها هي نتيجه مرضيه جدا الصراحه. لا، حلو جدا، وانا انصح انك تستخدميه جدا من بشاعته. انا طلعت قلت عنه ريفيو، انا مكنتش بفكر احط ريفيو عن بانتين، بس لا، لازم الناس أسوأ تعرف أسوأ اسوأ بديل زيت ممكن تشتريه في حياتك. تعالوا بقى شوفوا المنتج نفسه عامل ازاي، مقارنة بسيطة جدا اهو. ميه
خفيف جدا. بصوا بقى التاني، بدلني اصلا كريمي. بصوا الفرق، فرق اللون. بص انا مميله اهو، ده عمال ينزل وده ثابت زي ما هو، ما يبص مكانه، تحس انه في ميه. مفيش الكلام ده هنا كريمي. بس كده دي المقارنة اللي كانت بين بديل الزيت بتاع بانتين وبتاع لوريال، مقارنة من وجهة نظر انا كاستخدام الشخصي انا، لان ممكن حد يقولي انا استخدمت بانتين كان حلو جدا. هو على حسب نوع الشعر برضو، اي منتج بيبقى على حسب نوع الشعر. فانا بقول رأيي العام من وجهة نظري كاستخدامي للوريال وكاستخدامي لبانتين. لو عجبك الفيديو او استفدت باي معلومة، دوسي لايك للفيديو واشتراك للقناة، وما تنسيش تفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد على قناتنا. باي باي.